السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم، وأسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نحن في ليلة السبت، ليلة 25 من شهر ربيع الأول لسنة 46 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 28 من شهر سبتمبر لسنة 24 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع تفسير سورة يونس ومع الجزء 11، ووصلنا إلى الآية 65 من هذا أو من هذه السورة، ومع المجلس 12. فأسأل الله تبارك وتعالى يتمم لنا ولكم، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. في هذه الآيات قول الله تبارك وتعالى: ولا يحزنك قولهم، أي في تكذيبهم له كما مر بنا في الأسبوع الماضي، ولكن لربطها بما بعدها. فبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين جميعا أن العزة لله وأنه لا يحزن من قولهم، بيّن سبحانه وتعالى فقال: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. فإذا هؤلاء مهما قالوا ومهما حاولوا لن يؤذوك، بل لن يستطيع أن يحركوا فيك شعرة. لماذا؟ لأن الذي بعثك، الذي ينصرك، الذي معك، هو الذي له ما في السماوات وما في الأرض. كل من في السماوات، كل من في الأرض ملك الله تبارك وتعالى وتحت تصرفه جل وعلا، فكيف يستطيع هؤلاء أن يؤذوك يا محمد؟ فهذا فيه تطمين من الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء.
وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. ما هنا تحتمل ثلاثة معاني. المعنى الأول وهو الظاهر النفي، أي هؤلاء لا يتبعون شركاء، ما في شركاء لله، فهؤلاء لا يتبعون شركاء فيكون نفيا. وقد تكون هنا ما استفهامية، وما يتبع هؤلاء من دون الله شركاء، أي ما الذي يتبع هؤلاء من دون الله شركاء؟ ليس له شركاء سبحانه وتعالى، فهؤلاء لا يتبعون شركاء لله، إنه ليس له شركاء. إما أن تكون نفيا وإما أن تكون استفهاما، يعني هل يتبع هؤلاء من دون الله شركاء؟ ليس له شركاء سبحانه وتعالى. ويمكن أن تكون ما هنا موصولة بمعنى الذي، ولكنها تكون مرتبطة بالآية التي قبلها، وهي قول الله تبارك وتعالى، الكلام الذي قبله هو قول الله تبارك وتعالى: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض والذي يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. أي حتى هؤلاء أيضا لله سبحانه وتعالى، ملك الله تبارك وتعالى. إذن ما هنا قد تكون نافية وهذا الأظهر، وقد تكون استفهامية وهو أيضا وارد، وقد تكون موصولة بمعنى الذي وأيضا هذا وارد. يقول: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، ثم قال: إن يتبعون إلا الظن، بعد أن نفى أو استفهم استفهاما استنكاريا أو أخبر أن هؤلاء ضمن ملك الله تبارك وتعالى، قال: إن يتبعون إلا الظن، هم يظنون، وهذا ظن فاسد، يظنون أن هؤلاء شركاء، يظنون أن هؤلاء شفعاء، يظنون أن هؤلاء آلهة، وهذا الظن الكاذب هو الذي أرداهم، وهو كان سبب خسارتهم. فإذا قال الله تبارك وتعالى: إن يتبعون إلا الظن، أي الظن الكاذب، وإنهم إلا يخرصون، والخرص هو التخمين والحدس، والظن الكاذب يخرصون، يخمنون، يحدسون، يتخرصون. ثم قال سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، أي هذا الذي يعبد سبحانه وتعالى، هذا الذي يستحق أن يعبد جل في علاه، الذي جعل لكم الليل سكنا، الذي جعل لكم النهار مبصرا، هذا من يستحق أن يعبد. هؤلاء ماذا قدموا؟ ماذا بأيديهم؟ أنتم صنعتموهم بأيديكم، هو يصنع الصنم ثم يعبده من دون الله. يعني هؤلاء هم لهم فضل على الأصنام، وليس الأصنام لها فضل عليهم، هم صنعوها، هم خلقوها، هم كذا، إذن هي تعبدهم المفروض هذه الأصنام، لا أنهم الذي يعبدوها يعبدونها. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: الله الذي يستحق أن يعبد هو الذي جعل لكم الليل سكنا، تسكنون فيه، تنامون، ترتاحون، ترجعون إلى أهليكم للراحة والطمأنينة والسكينة، وجعل لكم النهار مبصرا لتعتاشوا ويزور بعضكم بعضا وتقضون حوائجكم وتسافرون وغير ذلك من الأمور. من الذي جعل هذا؟ إنه الله سبحانه وتعالى، هو الذي جعل لكم الليل ليكون سكنا لكم تنامون وترتاحون، والعكس بالنسبة للنهار. ثم قال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وليس المقصود هنا بالسماع سماع الأذن، وإنما المقصود أي ينتفعون بهذا السماع، يسمعون فينتفعون بهذا السماع، أي يعون ويدركون الحكمة التي من أجلها خلق الله الليل والنهار، يدركون ويفهمون نعمة الله عليهم حيث خلق الليل والنهار سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: قالوا اتخذ الله ولدا، هذا أيضا من تخرصهم وكفرهم، قالوا اتخذ الله ولدا. من هؤلاء القائلون؟ الأصل أن القائلين ثلاثة، الذين قالوا اتخذ الله ولدا ثلاثة: اليهود لما قالوا عزير،
ابن الله. النصارى لما قالوا المسيح ابن الله، والمشركون لما قالوا الملائكة بنات الله. والولد إذا أطلق يطلق على الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أطلق الولد فيراد به الذكر والأنثى. وقال اتخذ الله ولدا، ثم قال سبحانه، يعني سبحانه أن يكون له ولد. قدس الله، نزه الله عن الولد، لأنه الواحد الأحد الصمد سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولو كان له ولد لكان إلها، ولذهب كل إله بما خلق، لأن ابن الإنسان إنسان، وابن الجني جني، وابن الحيوان حيوان، كل شيء ابنه من جنسه. فكيف تدعون لله الولد؟ فإذا كان لله ولد إذن هو إله إذن، فتعددت الآلهة والعياذ بالله، بل الله واحد أحد سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى، قالوا أي هؤلاء المشركون الملائكة بنات الله، وقال من سبقهم من اليهود والنصارى أيضا مسيح ابن الله أو عزير ابن الله، قالوا اتخذ الله. قال سبحانه، نزه ربك سبحانه وتعالى أن يكون له ولد. هو الغني أي غني عن الولد، من الذي يكون له ولد؟ الذي يحتاج إلى الولد. وذاك ترون الناس اليوم يعني إذا لم يرزقوا من الأولاد ذهبوا وعملوا العمليات وبذلوا الأموال يحصلوا الولد، لأنهم بحاجة لهذا الولد، يخدمهم يعينهم يفتخرون به يحملوا اسمهم وغير ذلك من الأمور التي من أجلها يعني يبحث الناس عن الأولاد، كما قال الله تبارك وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فالفقير هو الذي يحتاج إلى الولد، بينما الغني لا يحتاج إلى الولد. أنتم الفقراء إلى الله، نحن الفقراء إلى الله، نحن نحتاج إلى الولد، الله لا يحتاج إلى الولد سبحانه وتعالى لأنه غني. والغني هو المستغني عن غيره، لا يحتاج إلى أحد، كما قال الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، غني بلا مال عن الناس كلهم، إن الغنى عن الشيء لا به. فالغني هو المستغني الذي لا يحتاج إلى شيء من أحد. يقول الله تبارك وتعالى سبحانه هو الغني جل وعلا، وهذا اسم من أسماء الله جل في علاه، ويتضمن صفة الغنى التام لله جل وعلا. ثم قال له ما في السماوات وما في الأرض. فكيف يكون له ولد؟ كل شيء داخل ملك تحت ملكه، فإذا كان له ولد فالولد لا يكون تحت ملكه، يكون جزءا منه. فالله سبحانه يقول لا، كل شيء ملك لله تبارك وتعالى. قل فمن يملك من الله شيئا أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه؟ تحت ملكه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا له ما في السماوات وما في الأرض، داخل كله تحت ملكه جل في علاه، فكيف يكون له ولد جل في علاه؟ ثم قال إن عندكم من سلطان بهذا، هل عندكم بينة، هل عندكم برهان، ولا هي دعاوى كلام مرسل لا قيمة له؟ والدعاوى سهلة، كل يستطيع أن يدعي، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. وقال الآخر وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فالدعوة سهلة على كل أحد، لكن أين البرهان؟ دعاوى بلا برهان لا خطام لها ولا ينظر فيها أبدا حتى يأتي البرهان. إن عندكم سلطان، هل عندكم سلطان بهذا أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ هم يقولون على الله ما لا يعلمون سبحانه وتعالى. وهنا دلل الله تبارك وتعالى عدم الولد بثلاثة أمور. الأمر الأول أنه الغني سبحانه وتعالى، فكيف يكون له ولد؟ هذا البرهان الأول.
البرهان الثاني أن له من في السماوات وما في الأرض، كله له، له ما في السماوات، له ما في الأرض، فلماذا يكون له ولد إذن؟ هو يملك كل شيء سبحانه وتعالى، والولد إنما يكون للمحتاج له، والله له ما في السماوات وما في الأرض. هذا البرهان الثاني. البرهان الثالث، هل عندكم برهان بهذا؟ هل عندكم سلطان؟ هل عندكم دليل على هذه الدعاوى الباطلة أم أنه كلام مرسل هكذا؟ هو كلام مرسل. فرد عليهم بثلاثة أمور: أنه الغني عن الولد لا يحتاج، أنه يملك كل ما في السماوات وكل ما في الأرض، ثالثا أنه لا دليل عندكم على هذه الدعوة الباطلة. ثم قال سبحانه وتعالى: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، وهذا فيه وعيد من الله تبارك وتعالى هم الذين يفترون على الله الكذب، ومن هذا الكذب دعوة أن لله ولدا سبحانه وتعالى، هذا من الكذب والافتراء على الله تبارك. فقال هؤلاء لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا قال متاع في الدنيا، لأن الدنيا يعطيها الله كل أحد، من يحب ومن لا يحب. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، لكن الله يعطيها من يحب ومن لا يحب، أبدا لا قيمة لها لأنها عنده سبحانه وتعالى. تجد الآن أغنى أغنياء الدنيا الآن كفار أبدا، وملوك الدنيا الذين يقولون أنهم ملك الدنيا، يعني أكبر ملوك الدنيا أربع، اثنان مسلمان واثنان كافران، فما في مشكلة. فلا تظنن أن الإنسان إذا كان عنده من المال أنه حبيب إلى الله. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهنن. كلا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، لا أكرم الغني ولا أهان الفقير، بل هذه أرزاق الله يقسمها كيف شاء سبحانه وتعالى، لا شأن لها بمحبته جل وعلا. ولذلك تجد سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تجده فقيرا لا يجد شيئا، نعم يعني كان زاهدا صلوات ربي وسلامه عليه، يقول أهل العلم بعض أهل العلم يقول ليس فقيرا وإنما كان زاهدا، لكن ما عنده شيء من متاع الدنيا لزهده صلى الله عليه وسلم، حتى إنه يجيئه الأضياف يقول من يضيف أضياف رسول الله، ما عندي شيء أنا أضيفه صلى الله عليه وسلم، لزهده وبذله صلوات ربي وسلامه عليه. على كل حال الله تبارك وتعالى يقول لهؤلاء متاع الحياة الدنيا، يعني إذا أعطاهم شيئا من الدنيا فمجرد متاع لهذه الحياة الدنيا. ثم إلينا مرجعهم، ثم قال ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. الآخرة هي الدار الحقيقية، هنا هي الحقيقة، هذه الدنيا وهم ستسير سريعا ويخرج منها الإنسان خالي الوفاض كما دخلها خالي الوفاض. دخل الإنسان هذه الدنيا عاريا وسيخرج منها عاريا أبدا كما دخلها. ثم قال سبحانه وتعالى مسليا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، يقول واتلوا عليهم نبأ نوح، أي اتلوا على قريش خبر نوح، ونوح هو أول رسول أرسل إلى الأرض، يقول واتلوا عليهم نبأ نوح. لماذا يتلوا عليهم نبأ نوح؟ لأن قوم نوح فعلوا كما يفعل الآن كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك يقول قل لهم قصة نوح وماذا فعل قومه معه وكيف كانت النتيجة بعد ذلك، وإن قومك سينالهم ما نال قوم نوح إن فعلوا كما فعلوا. وهذا فيه نوع من التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تحزن فقد كذب رسل من قبلك، وتحذير لهم سيفعل بكم كما فعل بقوم نوح عليه السلام. قال واتلوا عليهم نبأ نوح، والنبأ عند العرب هو الخبر الهام، ليس أي خبر وإنما خبر هام، خبر عظيم، خبر مهم، يقول نبأ
عما يتساءلون عن النبأ العظيم. النبأ دائما هو الخبر العظيم. قال واتل عليهم نبأ نوح. ماذا فعل نوح؟ قال إذ قال لقومه. القوم إذا أطلقت في لغة العرب المراد بها الرجال دون النساء، هذا الأصل، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، ففرق بين القوم وبين النساء، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ففرق بين القوم وبين النساء. وقال قائلهم ولست أدري ولست أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، يعني أرجال أم نساء. فالقوم إذا أطلقت أطلقت على الرجال، ونوح عليه الصلاة والسلام إنما دعا الرجال دون النساء، لأن النساء الأصل فيهن أنهم نتبع للرجال، وأن النساء يكن في بيوتهن والرجال هم الذين يخرجون ويسمعون ثم يبلغون أهليهم في البيوت، والرجال هم الذين يخرجون للدعوة وهم الذين يجاهدون في سبيل الله وهم الذين يخرجون إلى الصلاة وإلى الجمع وإلى غير ذلك من الأمور. فإذاك صار الخطاب للرجال دون النساء ودون الأطفال، والنساء والأطفال تبع للرجال في ذلك. يقول الله تبارك وتعالى إذ قال لقومه يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله. مقامي كبر أي عظمة، كبر أي عظمة، كبرت كلمة تخرج من عظمة، كبر إن كان عظمة عليكم شق عليكم مقامي. ومقامي هنا تحتمل معنيين، مقامي أي مكثي فيكم ولبث في قومه 1000 سنة إلى 50 عام، 950 سنة يدعوهم. إن كان كبر عليكم مقامي يعني طولت عليكم في الدعوة 950 سنة وأنا أدعوكم وناصحكم وأذكركم، أو المعنى الثاني عفوا مقامي أي وقوفي بين أيديكم، لأن عادة الخطيب عندما يخطب يقف، فهذا مقامه. مقامي أي عندما أقف وأذكركم وأدعوكم إلى الله تبارك وتعالى. يقول إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري أي وعظي وزجري لكم، بشير ونذير، كل نبي بشير ونذير. قال وتذكيري بآيات الله أي بما أمر الله تبارك وتعالى به، آياته الشرعية وآياته الكونية سبحانه وتعالى. أذكركم بآيات الله، خلقكم صوركم، الذي جعلكم الأرض بساطا، الذي رزقكم، الذي خلقكم، الذي يحييكم، الذي يميتكم، الذي يرزقكم، الذي بيده كل شيء، الذي ينزل من السماء ماء، الذي يخرج الشمس من المشرق وتغرب من المغرب. هذا الله جل وعلا، تذكيري بآيات الله، كان يذكرهم بآيات الله تبارك وتعالى. ثم قال لهم إن كان كبر عليكم خلاص ما تتحملون، لا تتحملون ما أدعوكم إليه. قال فعلى الله توكلت، أنا متوكل على الله وحده سبحانه وتعالى، ولم يقل توكلت على الله، ولو قالها هي صحيحة، لكن قال على الله توكلت. يقول لهم لما قدم المفعول على الفعل فدل على الحصر، أي على الله وحده توكلت سبحانه وتعالى، ما عندي أحد أتوكل عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فعلى الله توكلت. والتوكل على الله هو الاعتماد، اعتماد القلب على الله اعتمادا كليا مع نفي الحول والقوة في جلب منفعة أو دفع مضرة مع بذل الأسباب، هذا هو التوكل على الله تبارك وتعالى. يقول فعل، وهذا من أعمال القلوب ومن أعظم أعمال القلوب التوكل على الله سبحانه وتعالى. يقول فعل الله توكلت، ثم ماذا قال؟
عرفتم ماذا أقول لكم؟ ثم قال فأجمعوا أمركم أنتم وشركاؤكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اغضوا إلي ولا تنظرون. يلا احنا نقول ورونا مراجلكم، يلا أروني ماذا تستطيعون أن تفعلوا. أنا على الله توكلت، أنتم ماذا تستطيعون أن تفعلوا به؟ لأني توكلت على الله سبحانه وتعالى. فأجمعوا أمركم، واحد، أجمعوا أمركم أي لا تختلفوا، كما قال إخوة يوسف اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائلهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين. فهم مختلفون، إذا بعضهم يقول اقتلوه بعضهم يقول ألقوه في غيابة الجب. ثم قال وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، خلاص اتفقوا على هذا، خلاص الآن ما في خلاف بينهم. هنا يقول لا تختلف، أجمعوا اتفقوا على رأي واحد، أجمعوا أمركم فأجمعوا أمركم وشركاءكم، نادوا شركاءكم. هذا الثاني، الأول لا تختلفوا اجمعوا أمركم، الثاني ادعوا شركاءكم من الإنس والجن والبشر، أي أحد أي أحد، كل من عدا الله سبحانه وتعالى. أجمعوا أمركم، استدعوا شركاءكم، ثم قال ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. يا لا تساسرون، لا تجلسوا في مجالس لحد يسمع، لا لا تكلموا في العلن، تكلموا في العلن، قولوا نريد أن نقتل نوحا، قولوا نريد أن نؤذيه، قولوا نريد أن نفعل به، بالعلن تكلموا، ما يحتاج تساسرون. ثم قال ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي. يلا اتخذوا القرار، لا تترددوا، اقضوا، يلا أعطوا أرونا مراجلكم ثم اقضوا إلي. قال ولا تنظرون، لا تقول نعطيه فرصة يفكر، نعطيه فرصة يستعد، لا 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 تنظرون. هذه خمس تحديات من نوح عليه الصلاة والسلام، خمس تحديات. إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم، واحد، وشركاءكم، هاتوا شركاءكم معكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، بالعلن تكلموا، ثم اقضوا إلي، رابعة، ثم لا تنظرون، الخامسة. يعني أكثر من هذا ماذا يريدون؟ ماذا فعلوا؟ ما قدروا، عجزوا، عجزوا. لماذا؟ لأنه متوكل على الله، لأن الله هو القوي، لأن الله له ما في السماوات وما في الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت، ليست قريش، ليست قريشا ولا العرب، الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء وإن قل لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، انتهى الأمر. ولذلك من يدعو إلى الله تبارك وتعالى يجب أن تكون عنده ثقة بالله تبارك وتعالى، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ماذا تستطيع أن تفعل؟ ماذا بيدك؟ لماذا أخاف منك؟ تجد الداعي إلى الله شجاعاً لا يهاب، معتقداً عقيدة جازمة أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، انتهى الأمر. وهكذا ينبغي أن يكون شجاعاً، لأنه يؤمن بالقضاء والقدر، يؤمن أن الله على كل شيء قدير، يؤمن أنه إذا توكل على الله سبحانه وتعالى فإن الله لن يسلمه سبحانه وتعالى. ماذا قال هود عليه الصلاة والسلام؟ قال إني أشهد الله واشهدوا
أني بريء مما تشركون من دون الله، فأجمعوا أمركم مما تشركون من دون الله من دونه فأجمعوا أمركم نسيتها الآية. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيته. هذا هو التحدي. بل ذكر بعض أهل العلم أن معجزة نوح هي التحدي، ما ذكرت معجزة لنوح، ذكر إغراق قومه، ذكر دعاؤه عليهم، لكن ما ذكرت معجزته. كذلك هود يقول ما ذكرت معجزته، فيقول لعل معجزة هود ومعجزة نوح هي التحدي العلني، هكذا يتحداهم علنا، افعلوا ما شئتم. يقول الله تبارك وتعالى هنا فإن توليتم، يقول لهم نوح النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لكفار قريش فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله. دائما الإنسان عندما يخاف يخاف من أمرين، إما أنه يخاف من أذى يصيبه أو يخاف من خير يذهب عنه، يعني إما نفع يذهب وإما شر يأتي، هذا الذي يخافه الناس. فهنا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا مثل نوح عليه الصلاة والسلام، لا تستنتظروني شيئا، كما أن نوحا متوكل على الله تبارك وتعالى وتحدى قومه ولم يستطيع أن يؤذوه، كذلك أنا أتحداكم ولا تستطيع أن تؤذوني. ويحتمل أن يكون هذا الكلام تبع لنوح عليه الصلاة والسلام، أنه من كلام نوح مع قومه. فإن توليتم، أي نوح يقول لقومه فإن توليتم، فإما أن يكون الخطاب للنبي محمد وإما يكون لنوح، وكلاهما صحيح. يقول فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إذن لا أخاف ولا أرجو منكم شيئا، لا أخاف إذاءكم ولا أرجو نوالكم أبدا. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. من الذي يقول أمرت أن أكون مسلمين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي يقول أمرت أن أكون مسلمين؟ نوح عليه الصلاة والسلام. من الذي يقول أمرت أن أكون من المسلمين؟ إبراهيم، سليمان، داود، موسى، عيسى، كل الأنبياء دينهم الإسلام. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا يقولها إبراهيم ويعقوب وإسحاق وإسماعيل. بل فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وقالتها ملكة سبأ، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال الحواريون لما قال عيسى بن مريم من أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت أن أول المسلمين. فكل الأنبياء جاءوا بالإسلام وهو الاستسلام لله تبارك وتعالى، وإن اختلفت شرائعهم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هم اختلفوا في الشرائع لكن دينهم واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد أي دينهم واحد وهو الإسلام، وإنما تختلف الشرائع. لذلك من يقول الأديان كذب، ما في شيء اسمه أديان، إن الدين عند الله الإسلام،
ومن يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبل منه. في زمن محمد، في زمن نوح، في زمن داود، في زمن موسى، في زمن عيسى، في زمن أي نبي، إن الدين عند الله الإسلام. ما في أديان، في شرائع، لكن الدين واحد لا يتعدد. إن الدين عند الله الإسلام سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: فكذبوه، أي قوم نوح كذبوا نوح صلى الله عليه وسلم. قال فكذبوا، نتيجة فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. كذبوه، يقول هذا الواقع. الآن خطاب لقريش، لأن النبي يتلو عليهم نبأ نوح، يقول ترى كذبوه، لكن ماذا حدث؟ أغرقناهم، أهلكناهم. طيب وماذا حدث لقوم لنوح وقومه؟ أنجيناهم وجعلناهم خلائف. فجعل لنوح ومن معه من المؤمنين أمرين اثنين: النجاة والاستخلاف في الأرض. وجعل لمن عانده وتكبر وكذب به أهلكناهم بالغرق، أغرقهم الله تبارك وتعالى كما قال سبحانه وتعالى عن قوم نوح: كذبت سورة القمر، لا سورة القمر، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، فجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هكذا فعل الله تبارك وتعالى بقوم نوح لما كذبوه. جاء النصر من الله تبارك وتعالى، وهذا فيه وعيد وتهديد لكفار قريش أنه سيفعل بكم كما فعل بقوم نوح، ولستم بعزيزين على الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى: فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك. الفلك السفينة، يقال فلك للواحدة ويقول فلك للعشرات. فهي تلفظ هذا اللفظ وتطلق، لأن سفينة نوح واحدة. فالفلك السفينة والفلك السفن تطلق على هذا وهذا. يقول الله تبارك وتعالى: فكذبوا فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف، أي في الأرض. وإذاك يقال لنوح عليه الصلاة والسلام آدم الثاني، لأنه أهلك جميع من في الأرض. وقال بعض العلماء إنما أهلك من كان مع نوح عليه الصلاة والسلام في بلده الذي كان فيه، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال: وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. انظر يا محمد وانظر يا مسلم، كل من يوجه له الخطاب، كل من يصح أن يوجه له حتى الكافر، انظر كيف كان عاقبة المنذرين. فإذا كان كافرا سيصيبه مثل ما أصابه، وإن كان مؤمنا فينجيه الله كما نجى نوحا وقومه صلوات ربي وسلامه عليه. بقي بس فقط القراءة، وهي قول الله تبارك وتعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فيها قراءتان: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، والقراءة فاجمعوا أمركم وشركاءكم، يعني وليجمع معكم شركاءكم أمرهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. يقول: انتشر موقع قراءة القرآن مع الموسيقى فقد يستمعه بعض الناس، هل هذا من نواقض الإسلام؟ لا يجوز هذا الكلام، هذا استهزاء، سخرية، هذا استهزاء بالقرآن الكريم. أن يقرأ القرآن مع الموسيقى والعياذ بالله، هذا استهزاء بالقرآن، والذي يفعل ذلك لا شك أنه يعني على خطر عظيم. لا يجوز سماع مثل هذا الأمر، أعوذ بالله من الشيطان. أحد عنده شيء؟ نعم. شنو؟
إيه؟ يقول هل يجوز أن نقول توكلت على الله ثم على فلان؟ لا بأس، إذا جاء في ثم بثم فلا بأس إن شاء الله تقول توكلت على الله ثم على فلان، لكن لا يجوز أن يقول توكلت على الله وعلى فلان أو متوكل على الله وعليك، هذا لا يجوز، وإنما إذا جاء بثم فلا بأس إن شاء الله تعالى. نعم. جامعة؟ نعم، إذا كان الإنسان يجد الدراسة في مكان غير مختلط فهذا هو الواجب، لكن إذا لم يجد إلا هذا فلا شيء عليه، لكن يكون الأولاد في جهة والبنات في جهة. تقول ما حكم لبس النساء بعض الملابس الضيقة أمام النساء؟ اللباس للرجال والنساء، يعني هناك لباس له ثلاثة أحوال، النساء اللباس مع الزوج، واللباس مع النساء والمحارم، واللباس مع غيرهم. مع الزوج تلبس ما شاءت من اللباس أبدا، كل شيء مفتوح مع الزوج. أما مع المحارم والنساء أمثالها فتلبس الملابس التي ليست فيها فتنة، فلا تلبس الضيق الذي يحدد العورة، ولا تلبس المثير، ملابس المثيرة مثل ما يلبسون بعض النساء لباس السهرة وما غير ذلك تظهر مفاتنها، هذه لا تجوز حتى مع النساء حتى مع المحارم. ثم اللباس أمام الأجانب، هذا المرأة كلها عورة، واختلف أهل العلم في الوجه هل يجب ستره أم لا، لكن تستر جميع بدنها باتفاق أهل العلم الله المسفلا، ينبغي التساهل، خاصة النساء الآن حسب ما يبلغني أنهن يتساهلن كثيرا في اللباس أمام النساء، يظهر نصف فخذها، يظهر تظهر أكتافها بطريقة يعني مثيرة، أو نصف الصدر أو ما شابه ذلك من الأمور، كل هذا لا يجوز، وإنما تلبس لباسا محتشما حتى مع النساء. رجل فاتته صلاة الظهر مع الجماعة، هل يجوز أن يصلي السنة القبلية، وعلما في جماعة ثانية يصلون الظهر، وإذا صلاها منفردا هل يصلي السنة القبلية؟ أفيدونا. إذا فاتتك صلاة الجماعة في المسجد فإن شئت صليت جماعة ثانية، وإن شئت صليت منفردا مع حذرك ألا تفوتك الصلاة مرة ثانية مع الجماعة، وإذا صليت منفردا لا بأس أن تصلي السنة القبلية أولا ثم تصلي صلاة الظهر، والله أعلم. تفضل. الزكاة 5000 زكاته. يعني فلوسه 5000 زكاته 125. يعني حسب الزكاة 5000، قلت بنتسلف منك ولا شيء. إيه 125 دينار ما تسوى تعطيها شخصين ولا ثلاثة، يعني لأنك أنت لما تعطي الزكاة الأصل أن تغنيه لمدة سنة، لأن المقصود بالزكاة أن تغنيه مدة عام، لأنها لا تخرج إلا بسنة مرة واحدة، وكلما قللت عدد المستفيدين من الزكاة كلما كان أفضل، كلما قللت عدد المستفيدين كلما كان أفضل، يعني لو عندك 1000 دينار لو أعطيتها لشخصين 500 500 أفضل من تعطيها لمية شخص كل واحد 10 دنانير، فأنت قدر ما تستطيع لا تكثر عدد المستفيدين من الزكاة، والأقربون أولى بالنسبة. لا بس ما في سؤال ثاني، سؤال واحد. نعم. ما موقف السنة اللي قاعد في لبنان؟ إيه يقول ما موقفنا مما يحدث في لبنان اليوم؟ أنا أتصور يعني العلم عند الله تبارك وتعالى أن الأمر ينقسم إلى قسمين، القسم الأول من يعني شارك في قتل السوريين حزب الله ومن معه وكذا،
شارك بقتل السوريين وفرح بقتلهم وإيذائهم هذا، فهؤلاء نقول لهم اللهم اشغل الظالمين بالظالمين أبدا. وأما الذين لم يشاركوا ولم يفرحوا بقتل المسلمين سواء كان من أهل السنة أو حتى من الشيعة، لم يشاركوا ولم يفرحوا بقتلهم، فهؤلاء نسأل الله أن يحفظهم وأن يحفظ دماءهم. واضح؟ هنا دخل الوقت ولا بعد؟ يقول دوامي يتطلب إزالة اللحية لأعراض أو لأغراض الصحة والسلامة المهنية، في حالات الطوارئ يلزم على المهندس لبس جهاز التنفس، وكل سنة فيلزم عمل فحص لبس جهاز والتأكد من انطباق الجهاز على الوجه، ويلزم حلق اللحية في وقت الفحص. ماذا يسأل في هذا الأطباء المختصون في هذا، هل فعلا اللحية تمنع من لبس هذا الجهاز وهذا عمل فعلا؟ إذا كان كذلك فلا بأس، لكن لا يحلقها كلها ولكن يخففها بحيث أنه يمكن لبس الجهاز، والله أعلم. ما صحة حديث كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟ نعم، هذا حديث أبي رضي الله عنه، حديث صحيح، هذا حديث صحيح والله أعلم. نعم، شلون شلون؟ رواية اجتمع شخص فيها فائدة وفيها خيال، خيال خيال قد يكون مفيدا يعني، والخيال مو مفيد ما أدري. المهم الإنسان إذا كان يريد أن يلعب لعبة أو يصنع شيئا ينظر في المصالح والمفاسد، إذا كانت المفاسد أكثر لا يجوز، وإذا كانت المصالح أكثر يجوز، وإذا تساوت المصالح والمفاسد فالأصل لا يجوز، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. نعم، عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كتب تتكلم عن السيرة، والله كتب السيرة كثيرة جدا، يمكن أكثر من 70 كتاب يتكلم فيه. هناك مختصر كعقد الدرر في سيرة سيد البشر لابن عبد البر، في الفصول من سيرة الرسول لابن كثير، في مختصر السيرة لمحمد بن عبد الوهاب، يعني هذه مختصرة جدا في السيرة. في المتوسط كسيرة ابن هشام، سيرة الذهبي، السيرة للذهبي، الرحيق المختوم، هذا المحب يا حبيب، وفي كتب ما شاء الله يعني متوسعة في السيرة مثل ابن كثير ومثل المكنون في سيرة الرسول لأخونا موسى راشد كذا، فتختلف كتب السيرة، لكن كل هذه كتب ما شاء الله طيبة إن شاء الله تعالى. يقول لو أن أحد أصابته عين حسد في أخلاقه وتدينه والتزامه فأصبح مقصرا ومات على ذلك التقصير، هل يغفر له ما سلف من الالتزام أم يحاسب مع أن السبب هو الحاسد الحاقد؟ ما أدري، يعني إنسان يحسد على صلاته ثم يقول لا يصلي بسبب الحسد، استبعد مثل هذا الأمر يعني. لكن على كل حال عندنا قاعدة، ولا يظلم ربك أحدا، إن كان معذورا فإن الله سيعذره سبحانه وتعالى. يقول ما الكتب التي تنصحني بقراءتها لبدايتي بالتعلم أكثر عن دين الإسلام؟ عندنا دورة مفاتح الطلب إن شاء الله تعالى، تعال احضرها إن شاء الله تعالى، فيها إن شاء الله خير كثير. تقول خلصت الاغتسال ولاحظت أن في قليل من السائل الذكر على شعر العانة، فهل علي عادة الاغتسال؟ لا، إنما تنظف يزال، يزال هذا الشعر. تفضل. وهو ايش؟ مؤثرات صوتية. يقول يعمل بالإعلانات ويضع أحيانا مؤثرات هكذا، فهل عليه شيء؟ إذا كانت هذه المؤثرات محرمة عليه شيء، إذا كانت مباحة ليس عليه شيء. حسب. نعم، ما
أي. يقول لماذا لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ الله أعلم، ولكن بعض أهل العلم ذكر أنه حتى لا يتنافس الناس في هذا، ويرون أن هذا يعني شيء لازم لابد أن يلتزموا به، فإذا اكترك أنه من فروض الكفايات، والله أعلم. يقول هل يوجد بالفعل حديث للرسول صلى الله عليه وسلم وارد في أي صحيح سواء البخاري أو غيره أنه رأى امرأة في الطريق فاشتهاها فعاد البيت فأتى أهله وما أصل القصة وسبب انتشارها بين من ينكرون البخاري؟ لا، لا يوجد في البخاري، وإنما جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يعني رأى الرجل المرأة فليذهب إلى أهله فإنه عندها ما عندها. يعني الإنسان يعني النساء كلهن واحد في النهاية في حيث من حيث الجماع، فإذا اشتهى امرأة أتى أهله يخبر الناس لا أنه من فعله صلى الله عليه وسلم. هل يسجد المأموم المسبوق للسهو مرة أخرى غير التي سجدها مع الإمام؟ لا، يكتفي بسجوده مع الإمام. ما معنى التورية وهل هي حلال أم حرام؟ التورية يعني استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فتح مكة، وكان يعني يريد فتح مكة فيوري بغيرها، كأنه يسألهم عن اليمن، يسألهم عن كذا كذا، حتى يظن الناس أنه لا يريد فتح مكة. وفي يقولون في تبوك النبي صلى الله عليه وسلم أعلن الناس سنذهب إلى تبوك ولم يوري حتى يستعد الناس لهذه الرحلة، وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني يريد الشام يقول كيف الطريق إلى اليمن، يفهم الناس أنه يريد اليمن. هذه التورية، أنه يفهمك شيئا خلاف ما يريده هو، هذه التورية. حتى إن بعضهم قال إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال هذه يعني أختي، أو قال قولي لهم إنك أختي، قالوا هذا على سبيل التورية قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قال ليس التورية وإنما هي أخته في الإسلام وهذا حق. فعلى كل حال التورية جائزة، ولكن لا يجوز الحلف على التورية، لأن الحلف على ما صدقك لا على ما قصدت أنت. فلو سألك رجل مثلا قال هل ذهبت إلى فلان، أنت ذهبت لكن تعلم أنه سيغضب إذا ذهبت إلى فلان، فيقول لك هل ذهبت إلى فلان، تقول أنا ذهبت إلى السوق، فأنت ما كذبت، ما قلت له لم أذهب، ضيعت الموضوع، قلت له أنا ذهبت إلى السوق، وأنت فعلا ذهبت إلى السوق، لكن ذهبت إلى السوق وذهبت إلى فلان، فتقول أنا ذهبت إلى السوق، هذه التورية. لكن لو قال لك أحلف، ما يجوز تحلف هنا إلا أن تقر بالحقيقة أو تقول له مو شغلك. لكن إذا حلفت على ما يصدقك لا على ما تنوي. ولا ينبغي أن الإنسان يتساهل في موضوع التورية، لأن الناس ما تفهم أنها تورية، تفهم أن هذا كذب، فلا ينبغي التساهل في هذا الموضوع. نعم. يعني ما صلى الظهر والعصر، وصل المغرب شل عمره. شلون ما صلى الظهر والعصر؟ لا غلط، هذا الصلاة أهم من العمرة. يعني يقول وصل إلى مكة شرفها الله ولم يصلي الظهر والعصر حتى دخل وقت المغرب، لا هذا مقصر جدا، هذه عمرته الله المستعان. يعني قدم المستحب على الواجب، يعني صلاة الظهر والعصر ركن بينما العمرة مستحبة، فهذا خطأ عظيم جدا. كان يجب عليه أن يصلي في المطار أو في الطريق أو أول ما يصل إلى مكة إذا كان وصل قبل المغرب، يصلي الظهر والعصر ثم بعد ذلك يذهب يعتمر، لكن كونه فعل هذا الأمر عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويصلي الظهر والعصر ثم يصلي المغرب، والله المستعان. تفضل. لا، يقول الواحد في بداية طلب العلم هل تنصح بقراءة البداية والنهاية؟ لا، البداية والنهاية هذا في آخر الطلب، يعني
لا ما يقرأ البداية والنهاية، إنما يقرأ كتب العقيدة، كتب الفقه اليسيرة، منهج السالكين مثلا، أخصر المختصرات، أو الفقه الطهارة والصلاة أو العبادات للشيخ المشيقح، أو في العقيدة أصول الثلاثة، قواعد الأربع، كتاب التوحيد. لا ما يذهب إلى البداية والنهاية مباشرة. هنا يقول استخرت الله وتقدمت لخطبتي فتاة وجرت الأمور على ما يرام، ثم بعد ذلك بدأت أمر بظروف صعبة قبل أن أتم الخطبة، فهل أرجع؟ وهل الجمال معتبر في الخطبة؟ شلون تقدمت قبل أن أتم الخطبة؟ بدأت تقدمت يعني خلاص يعني أقبلت على الخطبة. طيب إذا شعرت، أول شيء لابد، هذا أمر مهم جدا، لابد أن نستخير في أمورنا كلها. تبي تسافر استخر الله، تبي تتاجر استخر الله، تبي تدرس في جامعة معينة استخر الله، تبي تخطب استخر الله، تبي تشتري شيء استخيره. دائما الإنسان يحرص على الاستخارة بحيث يعلق الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان أول شيء يريد أن يخطب فتاة يستخير الله، يصلي ركعتين ويدعو بدعاء الاستخارة. أما إذا استخار الله تبارك وتعالى من بعد تبين له أنه ما تصلح له أو لا يصلح لها، ينسحب بهدوء قبل أن يتزوجها، ثم بعد ذلك يطلقها. خاصة إذا وجدت عدم الراحة وعدم هذا، أو أنها سألت أكثر فلا تصلح لك، انسحب بهدوء والحمد لله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.